يبدأ هذا الرصد بتعزية أهلنا وجيشنا الباسل باستشهاد 4 من الجنود البواسل بتعرض إرهابي على نقطتهم في محافظة كركوك. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح الجنان. ولكن في المقابل عندما نقف أمام تفصيلات هذا التعرض الإرهابي الذي نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي وجردانه، فمن آخر الأخبار بأن المقاتل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصل إلى قاطع الفرقة 8 للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على إحدى نقاطنا العسكرية، وتم فتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فورا، هكذا تقول الأخبار الرسمية. بالمقابل السيد راكان الجبوري محافظ كركوك دعا في تصريح صحفي مؤكدا بأن المحافظة تؤكد موقفها من ضرورة انتشار القوات الأمنية في كامل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك لملء الفراغات مع المحافظات المحاذية لمنع تسلل الإرهابيين في كركوك. شو يعني هذا الشيء؟ هذا التصريح من شخصية قيادية ومحافظ لمحافظة كبيرة هي عبارة عن عراق مصغر هي محافظة كركوك، يعني أن القوات الأمنية والعسكرية ما منتشرة بشكل صحيح، والدليل هو يطالب بانتشارها على كامل الحدود الإدارية. ليش؟ لملء الفراغات. طيب هسا بهالزمان يعني رد حكيه كمواطن وكمعارضة وطنية بناء لا هدامة، والجيش العراقي جيشنا الباسل من عام 1921 يوم تأسيسها على يد أبو الجيش العراقي جعفر العسكري إلى يومنا الراهن جيش عراقي باسل، وكل قادة جيشنا العراقي بواسل، وكل جنود جيشنا العراقي بواسل بكل معاركنا القومية والوطنية شاء من شاء وأبى من أبى، وماكو خط فاصل بين الجيش العراقي قبل 2003 والجيش العراقي الآن، إنما إذا كنا نؤمن بعقيدة وطنية فالجيش العراقي يكمل بعضه. لكن تعدد القيادات وبالتالي تعدد الرؤى هذا لا يخدم الجيش العراقي، خاصة في محافظة مثل كركوك. خل تسمعني حكومة إقليم كردستان وخل تسمعني حكومتنا الاتحادية في بغداد، لا يمكن أن نبقي هذا الوضع على ما عليه كما كان في التناكفات السياسية الموجودة بين حكومة الإقليم والمركز. يجب أن نتفق على رؤية وطنية لجيشنا الباسل وتمركزه لحفاظ على أمن الوطن والمواطن، نقطة رأس سطر. يعني هذه النقطة لا يجب أن تكون محط إثارة سياسية، هذا أمن وطني